ننتقل الآن مشاهدينا إلى فقرة الصحافة العالمية، ونطلع اليوم على أبرز ما جاء في الصحف البلجيكية والفرنسية مع الزميل لبيب فهمي. وانه كان عم بيقلدني وانا عم بدي احكي مع لبيب. طيب نذهب الى لبيب. لبيب، صحيفة لوموند الفرنسية، وتتحدث عن نظام الأسد بالقوة، ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟ نعم، صباح الخير أحمد، صباح الخير نادين. صحيفة لوموند الفرنسية خصصت مقالين للمفاوضات السورية التي تبدأ اليوم في جنيف، وتقول الصحيفة بأن نظام الأسد يوجد بقوة في سيكون بقوة في جنيف، رغم أنه لم يعلن بعد مشاركته في هذه الجولة. وتشير الصحيفة إلى أن نظام الأسد الآن هو القوي على الساحة، لأنه استطاع بفضل دعم إيران وروسيا أن يحرر بعض المناطق من تنظيم الدولة الإسلامية، وأن يكون القوي على أرض الواقع فيما يتعلق حتى في مواجهته مع المعارضة السورية. وبالتالي فهو حاليا على أرض الواقع هو القوي، وحتى في المفاوضات جنيف هو القوي. وتؤكد الصحيفة على أن مجموعة من النقاط المقترحة للنقاش لم تعد هناك نقطة رحيل بشار الأسد. نعم، وإلى صحيفة لسوار أيضا لبيب، يعني تتحدث عن زيارة البابا إلى بورما، يعني وهناك مهمة صعبة تنتظره لدعم الإخوة الروهينجا كما تقول الصحيفة. نعم، هي الصحيفة تعنون زيارة البابا لدعم الإخوة الروهينجا، لفخير روهينجا. رغم أن المجموعة من المحللين داخل الفاتيكان كانوا قد أكدوا على ضرورة أن لا ينطق البابا بكلمة الروهينجا، لأنها تشكل مشكلة في بورما. لا نعرف إذا كان قد نطق بهذه الكلمة عندما التقى بالجنرالات أمس، ولكن المهم أن البابا لديه مهمة صعبة بحسب الصحيفة، لأنه هو الذي دافع عن هذه الأقلية في خطابين وفي قداسين في فبراير وفي آب الماضي، وهو اليوم هناك ليدافع عن هذه الأقلية. ولكن لا يجب أن ينسى بأن هناك أقلية أخرى، أقلية مسيحية. لو هو دافع عن الأقلية المسلمة، يمكن أن يضع الأقلية المسلمية في الأقلية المسيحية في خطر، وبالتالي عليه أن يلعب لعبة التوازن بالدفاع عن حقوق كل الأقليات في ممارسة دينها. لبيب، صحيفة لليبر بلجيكا مهتمة في باكستان وتتحدث بأن السلطة المدنية ترضخ للإسلاميين، يعني كيف يمكن الحديث أكثر عن هذا الموضوع؟ نعم، صفحتين في هذه الصحيفة لملف باكستان واستقالة وزير العدل الباكستاني. وتقول الصحيفة بأن استقالة وزير العدل الباكستاني لم تأتي فقط من ربما مظاهرات إسلاميين وحزب إسلامي التي أدت إلى استقالة هذا الحزب، وإنما أيضا لدعم المخابرات الباكستانية ودعم الجيش الباكستاني، الذي لم يرد أن يتدخل عندما كان هذا الحزب يتظاهر ضد هذا الوزير. وبالتالي فالصحيفة تقول بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في بداية العام المقبل لا يمكن أن ينجح فيها الحزب الحاكم حاليا، وأن ربما أن يكون هناك بروز لمنظمات إسلامية أخرى، منها هذه المنظمة الإسلامية الجديدة التي تأسست بعد إعدام شرطي كان قد تدخل في قضية باكستانية. وبالتالي فالصحيفة تقول بأن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون معقدة. طيب لبيب، في صحيفة فرنسية ليبراسيون تركز على الخطاب المرتقب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بوركينا فاسو، لماذا يعطى هذه الأهمية الكبيرة؟ نعم، هناك علاقات وطيدة بين فرنسا وأفريقيا والدول الأفريقية. معروف أن الدول الأفريقية ساهمت في نجاح كل الرؤساء الفرنسيين، سواء من اليمين أو من اليسار. كل الرؤساء الفرنسيين كانت لديهم علاقات مع أفريقيا ورؤساء الدول الأفريقية. إيمانويل ماكرون اليوم سيلقي خطابا في واغادوغو. هل سيكون هذا الخطاب جديدا أو يخط لربما مرحلة جديدة مع أفريقيا؟ هذه
هذا هو التساؤل الذي تتساءله صحيفة الأسوار وتقول في افتتاحية بأن هذه الزيارة هي زيارة التناقضات. فبحسب الصحيفة مانويل ماكرون يريد أن يقول بأن أو يسعى بأن يكون هناك تجديد لهذه العلاقات، لكن في الواقع ليس هناك أي تجديد، لأنه كان قد وعد بأن يساهم بمجموعة من الأموال لصالح دعم التنمية في أفريقيا، لم يفعل ذلك، وأن الكلمات فقط بحسب الصحيفة ليست كافية لتجديد هذه العلاقات، وإنما يجب الفعل. جزيل الشكر لك لبيب فهمي على هذه الجولة المتنوعة في الصحف البلجيكية والفرنسية.